السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال خدمة الرقم المخصص للواتس أب والذي يقدم لحضراتكم من قناة الرافدين. بإمكانكم إن لم تستطيعوا الاتصال أن ترسلوا لنا ما ترغبون من تعليق، استفسارات، مشاركة في البرنامج عن طريق الواتس أب برسالة، وسنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام مما لدينا من فقرات في حلقتنا لهذا اليوم، ونبدأ من المقاطع المتداولة. استبعدت أسر سجناء عراقيين أن تفضي زيارة وزير العدل الحالي خالد شواني الأخيرة إلى سجن الكرخ المركزي ومشاهدته الانتهاكات المريعة بحق السجناء، استبعدوا أن تفضي إلى إحداث تغيير في وضع السجناء. وأجمعت أسر السجناء في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي على أن زيارة شواني دعائية أكثر منها لمعالجة أوضاع السجناء المفتقرة لأبسط الشروط الإنسانية. أكدت أسر المعتقلين وذويهم وجود مافيات تسيطر على سجون وتتربح من معاناة المعتقلين عبر الإمعان في تعذيبهم. لنستمع. اكو ناس عم مواجهة ما تقدر تواجه ولدها، ما تشوف ولدها، يساومونهم بفلوس، الأكل شايفينه مال المساجين اللي يجي يتخلى على صفحة، النوب يتقاسمون بيه، بطلين بيبسي هذا على صفحة وهذا على صفحة، كل السجون بدون استثناء. الله يشهد واحد فرد واحد بسجن التاجي، فرد واحد مسؤول على السجناء مال سجن التاجي، فرد واحد يم بمنطقتي اشترى له 10 بيوت، هو موظف يستلم 1.5 مليون، 10 بيوت منين جابهن؟ غير من المساجين، غير من المظلومين. فعمي كافي وعيب، هلت الهله بالناس، هاي يظلون يضحكون علينا، العفو موجود والعفو هذا ها راح نوقعه والعفو راح نمشيه. فعمي كافي استحوا على ارواحكم، يمن العفو قلوا النبي، يا الكاظ الدرب علينا كبوا النبي، ملينا طفرت ارواحنا، بزعت ارواحنا. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل الى مقطع اخر. طبعا تعاني اسر المعتقلين من ظروف صعبه بسبب امعان السلطات الحكوميه وإجبارهم على الانتظار ساعات طويلة أمام السجون ومراكز الاعتقال تمهيدا لمساومتهم دون الاكتراث لانخفاض درجات الحرارة والأمطار. الآن لنشاهد الأوضاع المأساوية لأهالي المعتقلين أثناء المواجهة في سجن حمدان الذي يقع في محافظة البصرة. نستمر مع ملف المعتقلين مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. طبعا كان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قد رصد وفاة 50 معتقلا نتيجة عمليات التعذيب والإهمال الطبي في السجون التابعة للحكومة، 39 منهم في سجن الناصرية المركزي و8 في سجن التاجي، بالإضافة إلى توثيق حالة انتحار في مراكز شرطة إجرام الموصل ووفاة واحدة في مركز تابع لمكافحة الإجرام في العاصمة بغداد. طبعا أكد المركز احتجاز السلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية بوضعهم في زنازين مكتظة وغير مهيئة صحيا بدوافع انتقامية وطائفية. في غضون ذلك تواصل أمهات المعتقلين رفع مناشداتهن لإصدار العفو العام في مواقع التواصل الاجتماعي أملا بالإفراج عن أبنائهن الأبرياء. لنشاهد مناشدة من عوائل السجناء. أمهات السجناء، رحمة على والديك ورحمة لروح أبوك ومشاعيك الأنبياء والأوصياء. تعاين الحال الأمهات لهاي العوائل المظلومة، لهاي الشريحة المظلومة، أولادنا أبرياء لا ذنب ولا جناية، ومفوضين أمرنا وأمر أولادنا الله والنوب إلك، ما عندنا غير الله وأنت. انظر لنا نظرة أبوية عفوية، رحمة لوالديك ورحمة على مرضعك، رحمة على بطن نقلتك، فرح الأمهات الله يفرحك بدنيا وآخرة، والله يعلم من شانك وميزان حسناتك،
ويثبتك مثل ما يقول ويخليك خيمه وذخر ان اذا تفرح الامهات وترد لفت قلبنا وتكحل عيوننا بشوفه اولادنا. والله تعبنا بالقران تعبنا، ما ظل على حالنا حال، لا حيل لا عين لا كل شيء، ما ظلينا لا ورانا ولا قدامنا. الآن مشاهدينا الكرام دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. لدينا تعليق من ذكرى الخفاجي تقول: نطالب بالعفو العام عن السجناء الأبرياء والمظلومين الذين لم تلطخ أيديهم بدماء العراقيين، والذين انتزعت أقوالهم واعترافاتهم بتعذيب وبسبب المخبر السري اللعين. تعليق من ابتسام الجبوري تقول: نطالب بالعفو العام وهو مطلب إنساني قبل كل شيء وجماهيري، كافي ظلم الخاطر الأمهات والخاطر الأطفال. تعليق من حيدر القيسي يقول: نطالب بالعفو العام وإعطاء فرصة للسجناء والمعتقلين وفرحوا أهاليتهم بالسنة الجديدة، عفو عام لفتح صفحة جديدة وإنهاء معاناة الأهالي. محمد يقول: يعني هو قانون العفو العام إخراج الأبرياء مو صفقة مليارات؟ هاي لو بيها فلوس كان مجلس النواب خلال يوم صوت. الله ينتقم منكم على كل من خان الوطن، سرقوا مليارات محكمة الطلعة، اللي سرق المليارات محكمة الطلعة إفراج، وين العدالة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. نبدأ مشاهدينا الكرام باستقبال اتصالات حضراتكم، ومعنا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. تحياتي لك أستاذ محمد. الله يسلمك، حياك الله. وتحيات قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. الله يحفظك، تفضل يا أبو عمر. يا أشكرك أستاذ محمد. إحنا في العراق قبل 2003 ما كان عندنا سجناء وما كان عندنا هيك نسبة قوية يعني بالسجون، إنه أي حكومة ما تعطي عفو للسجناء الناس الأبرياء اللي هم أكثر صاروا من 8 سنين و10 سنين ومنذ الاحتلال 2003 ولحد الآن. كثير ناس عندنا تهم باطلة، وكثير ناس عندنا تهم اللي المخبر السري وكل هاي الأمور، وكل الوزارات الداخلية اللي عندنا حكمت بالعراق والميليشيات ما عرفت انه تعطي عفو لابناء الشعب العراقي وناس كلهم ابرياء اللي موجودين عندنا بجميع. ابو عمر ما عرفت تنطي عفو لو ما تريد تنطي عفو هذه الجهات. هاي الجهات استاذ احنا نعرف العفو اكثر اغلبيتها هي مو من يعني منتميه الى وزاره الداخليه، كلهم منتمين الى ميليشيات الحج وزعماء الميليشيات وقياداتهم اللي اخذت ابناء شعبنا العراقي. تمام، انا سالتك ابو عمر انا سالتك هذه الجهات ما تقدر تنطي عفو، الجهات المسؤوله ما تقدر تنطي عفو عن السجناء لو ما تريد تنطي عفو عن السجناء برايك؟ استاذ احنا كعراقيين ونعرف انه هاي زعماء الميليشيات ما تعطي عفو للسجناء، لانه لو عطت عفو مو ممكن يعني اكثر من 20 سنه والمواطن العراقي تحت سجن، اكو هذي ما يعرفون ولدهم وين صاروا مقتولين انه بعدهم بالسجناء وياخذون يعني مبالغ من المواطنين، يعني كثير عندنا اخذوا مواطنين اخذوا من عندهم فلوس ومع العلم لحد الان اولادهم ما يعرفون هل هم مسجونين ام هم مقتولين. هذا يدل على انه بقاهم في السجون وبقاهم يعني تحت ايادي هذه الاحزاب لسنين بدون ان يعرف اهاليهم وين. طيب. وتبقى هاي سلطه الاحزاب عقدها على الشعب العراقي استاذ محمد وما تعطي عفو، لان هذا العقد اللي موجود عندهم مو ممكن انه تطلع من هاي الحكومه عفو يشمل ابناء الشعب العراقي والناس الابرياء بالسجون. وصلت الفكره، انا اشكرك. نعم، شكرا جزيلا سيد ابو عمر من بغداد، وصلت الفكره. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مقاطع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. لم يعد من الصعب توثيق مشاهد لأطفال وسيدات يبحثون في حاويات النفايات عن أي شيء قابل للبيع لمساعدة عائلاتهم الفقيرة في مناطق عراقية عدة، بالرغم من تصنيف العراق من بين البلدان الغنية بالموارد الطبيعية الهائلة وفي مقدمتها النفط. وبينما تسجل نسبة الفقر في العراق مستويات مرتفعة قياساً بالدول المحيطة، يشير المراقبون إلى الفساد الإداري والمالي وغياب التخطيط والخلافات السياسية التي انعكست بشكل كبير على الواقع المعيشي
للفئات الهشة. مدينة البصرة التي تطفو على بحر من الذهب أو من النفط هي واحدة من أبرز المحافظات التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة بالرغم من مواردها وتنوع دخلها ما بين عائدات الموارد النفطية، عائدات المنافذ والموانئ التي تسيطر عليها الأحزاب وميليشياتها ولا يستفاد منها المواطن أي شيء. هنا في هذا المقطع ناشط من محافظة البصرة يوثق طوابير لنسوة ينتظرن الحصول على مساعدات عينية في مدينة تنفق الملايين من الدولارات استعدادا لاستقبال بطولة خليج 25 لكرة القدم. لنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقر لا يهم، الجوع لا يهم، ما عندك علاج لا يهم، ما عندك كمية لا يهم، ما عندك إيجار لا يهم. هذا الرتيل وهاي الناس الفقرة في مدينة البصرة، هاي المدينة اللي بيها المليارات وبيها الدولارات، وبالتالي عوائلها وناسها ثلاثة أرباعهم طاقهم الفقر. لو تلاحظ هاي الناس جاي لنا، هذا اللي ده هيتر، هذا اللي ده بطانية، وبالتالي الناس كاتلة الفقر والجوع. ونرجع ونقول الفقر لا يهم. نبقى مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. طبعا تعد مشكلة البطالة في العراق من أبرز مسببات الفقر، حيث تؤكد جميع الأرقام أنها آخذة بالاتساع، ومعها يرتفع مؤشر الفقر، وذلك ضمن سلسلة مترابطة تنهك بلاد الرافدين منذ ما يقرب من 20 عاما بعد الغزو الأمريكي. ويتزايد أعداد خريجي الجامعات الذين لم يتمكنوا من الحصول على وظائف بسبب عدم وجود رؤية حقيقية لدى الحكومات المتعاقبة، فضلا عن عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي. وتستمر احتجاجات الشباب العاطلين عن العمل في محافظات عراقية مختلفة لتصل إلى إغلاق مؤسسات الدولة ومقار الشركات النفطية في جنوب العراق، بالرغم من تعهد السوداني بالعمل على الحد من البطالة والفقر في البلاد. لكن مثل هذه التصريحات بقيت حبرا على ورق، خصوصا أن أفعال الحكومة على الأرض تتناقض مع تعهداتها الإعلامية، ولعل حملاتها في تهديم وإزالة الأكشاك التي يسترزق منها العاطلون عن العمل خير مثال على ذلك. سنشاهد في المقطع الآتي مشاهدينا ما حصل في قضاء البطحاء في محافظة ذيقار لأصحاب الأكشاك بعد هدمها من البلدية دون توفير أي بديل لهم. لنشاهد. السلام عليكم، نماشد للدولة العراقية، لبلدية البطحاء، لبلدية الناصرية، للطرق والجسور. عمي مناشدة لكم، هاي العالم وين تروح؟ من فلشتها وين تروح؟ بس قلي شوف العالم وين عايشة، تعال خلنا راويك، أرد أشوف عندكم رحمة؟ لا بس أشوف نوع هذا إنسان حاطه ترمز مال شاي وقاعد على السريع وشترات، هذا لو عده يجي يقعد بهاي الهيمة المفلشة والله ما يقعد. عمي مناشدة لكم، مناشدة لجميع واحد الشريف الناصرية، عمي أريد حل منكم. بلدية البطحاء، بلدية الناصرية، الطرق والجسور، الضباط، المسؤولين، كلكم نريد حل منكم. والله عالم قاطع حيوه، عالم ما عدها غير هاي العيشة. يعني هو لو عده يبصر بهذا الترمز مال الشاي، إذا بيكم شريف واحد خلي يسمع منه مناشدتنا. ما معقولة أنت مخلي لك مطعم هذه يا قبال عينك برج البصرة شكبرة مطعم مخليه تجاوز، وأنا محاربنا على الترمز مال الشاي هذا. لنعرض لحضراتكم بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. نور وليد تقول: هاي الفالحين بيها بس تقطعون أرزاق العالم وما تفكرون بتاليتها، وين يروحون؟ شلون يعيشون؟ شلون يعيلون عوائلهم؟ بس الشبعان ما يعرف بالجوعان. تعليق من محمد النعيمي يقول: العالم تعمر وإحنا نخرب مع الأسف، أرزاق هواي عالم انقطعت بسبب هذه التصرفات الغير مدروسة مع عدم وجود بدائل. ضمن التعليقات تغريد الطائي تقول: خطية بس قادرين على الناس الفقرة، حسبنا الله ونعم الوكيل على أساس منضبطين بكل شيء. سؤدد تقول: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، حسبي الله ونعم الوكيل، أولا أمن وظائف وعمل لهذه الطبقة المحتاجة. ننتقل مشاهدينا الكرام الآن إلى الموضوع الذي يليه، وهو ملف المحاضرين المجانيين والتعليم في العراق.
طبعا شهدت العديد من المدارس في أكثر من محافظة عراقية إضرابا عن الدوام للمحاضرين المجانيين لليوم الثاني على التوالي، الأمر الذي انعكس سلبا على سير العملية التعليمية. وطالب المحاضرون المجانيون الذين درسوا بالمجان لسنوات بتثبيتهم على الملاك الدائم بعد مساهمتهم الكبيرة في سد النقص الحاصل في الطواقم التعليمية دون أن تلتفت الحكومة لمطالبهم، الأمر الذي دفعهم إلى الإضراب عن الدوام. دعونا نشاهد نتيجة هذا الإضراب. طلاب المدارس طلعت هسه الساعة 9، درس واحد وطلعت بسبب إضراب المحاضرين. رسالة إلى وزير التربية وإلى رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، شنو دني بهاي الطلاب؟ يعني صعب عليكم من تثبتون المحاضرين؟ بس سرقة هذا نور زهير كافية التثبيت مع الأسف. يا اليوم ما داومت؟ دوم ولا داومنا. انت كم درس انت بيصف؟ والله بالثالث. كم درس؟ وزارة عودة وهاي وثلاث دروس. كم درس اخذته اليوم؟ ناشد ونقول بلكت يعينون محاضرين يونا وهالي تيها. ليش ما يعينون هم المحاضرين؟ والله ما ادري شيء، الدولة ما عندها فلوس شو مالها؟ يتعينون ان شاء الله. ان شاء الله يتعينون. مشاهدينا الكرام، نستمر مع هذا الموضوع وننتقل الى مقطع اخر. تفاجأ أولياء أمور الطلبة في محافظة بابل بإغلاق بعض المدارس لأبوابها في المحافظة، وذلك بسبب إضراب المحاضرين ما تسبب بإرباك العملية التربوية. وطالب أولياء أمور الطلبة الحكومة ووزارة التربية بالنظر لمطالب المحاضرين وتدارك الأمر قبل ضياع عام من عمر الطلبة. لنشاهد. جبنا ولدنا نطببهم من المدارس، لقينا البوم مسددة، قلنا يا بشنو عطلة؟ قالوا لا مسوين إضراب وما يداومون بعد للنهاية، ما يداومون لأن شنو مستقبل أولادنا؟ يعني إلى متى نظل يعني هنا نربي ويظلون سايعين بالشوارع؟ ومو حلوة هاي، ترى التربية ترى حلوة والمدارس حلوة، فنتمنى لكم أن تسعون بالمحاضرين، لأن المحاضرين مظلومين، تعبوا درسوا بالعشرين سنة بكالوريوس وخريجين كليات، وهسه سووا اضراب وما يداومون، سدت للنهايه المدارس. اضراب عام في كل مدارس محافظه بابل، الناس تطالب بالتعيين، تطالب على تثبيته على الملاك الدائم. ليش هيك يا حكومه؟ يا وزير التربيه، ناشد وزير التربيه للنظر الى هؤلاء الناس وتثبيتهم على الملاك الدائم او تعيينهم. طبعا هاي المدارس امامكم هاي مسدوده، وتدريس ماكو، ومحاضرين صار لهم 5 سنوات و6 سنوات بدون تعيين، من حقهم اللي يشوفون مصيرهم يتعينون لا. فانت يا وزير التربيه شو تقول بهذول اللي قدموا 5 6 سنوات وهم يعني دي يقدمون وزيانين وكفاءه وتدريس جيد منهم، واطفالنا ليش قاعده بالبال ساده حالنا؟ زين انت عندك معلمين قدم، يلا انت عوف المحاضرين، عندك معلمين قدم، وين معلمينك؟ مو هالمدارس مسدوده من راحوا المحاضرين؟ اذا المحاضرين شايلين اكثر من نص العمل. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل الى مقطع اخر، حيث واصل الالاف من شريحه المحاضرين المجانيين في بغداد تظاهراتهم لليوم الثاني على التوالي للمطالبه بالتثبيت على ملاك وزاره التربيه الحاليه. ونظم المحاضرون تظاهره حاشده للمطالبه بشمولهم بالتثبيت على الملاك الدائم دون قيد او شرط، مهددين بخطوات تصعيدية تشمل قطع الشوارع الرئيسة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. لنشاهد. وفلوس الطيارة الطور للسوداني، وفلوس الطيارة الطور للسوداني، احنا نطالب بالتغيير. صدقوا احنا نطالب بالتغيير للسوداني، احنا نطالب بالتغيير للسوداني. تجهد ساعات العشرين للسوداني، من اليوم اليوم الظاهر للسوداني، من اليوم اليوم الظاهر. من
مشاهدينا الكرام، الموضوع لم ينتهي عند بغداد بل أيضا في ذي قار، حيث أكدت تنسيقية المحاضرين في المحافظة أن اعتصامهم مستمر لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الناصرية. وأضافت التنسيقية أن الاعتصام مستمر وسط تدفق الآلاف من المحاضرين للتظاهر والمطالبة بالتثبيت على موازنة 2023، لافتة إلى أن الاعتصام سيبقى حتى إشعار آخر لحين تنفيذ المطالب. لنستمع. مشاهدينا الكرام، نعرض لحضراتكم الآن جانبا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. معنا يحيى يقول: والله ما شفت أبطال مثل المحاضرين، إيد وحدة ويطالبون بحقوقهم بدون خوف. تعليق من فاطمة الزيدي تقول: عيب على الحكومة تنطي فتافيت قليلة جدا لتسد رمق الشعب وهي تلعب بمقدرات الوطن، وما ضاع حق وراءه مطالب. تعليق لدينا من ناسك مهدي تقول: حكومات فاسدة وكل همها شلون تجني أحزابها أموال الدولة وتجعلها في ميزانيتها ولا يهمها الشعب الفقير. ضمن التعليقات لدينا إبراهيم يقول: بارك الله بكل إنسان شريف ينصف المحاضرين ويدافع عن حقوقهم. مشاهدينا الكرام، معنا السيد علي من بابل، هو مسؤول اللجنة التنسيقية في قضاء المسيب وعضو لجنة اللجنة أيضا عن محافظة بابل للمحاضرين المجانيين. حياك الله علي. السلام عليكم أستاذنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل يا علي. بس أصحح لك المعلومة، أستاذ أحمد حامد عضو لجنة تنسيقية محافظين وإداريين تربية بابل، وليس أستاذ أحمد حامد. تمام، إحنا لأن جاني الاسم علي، فاسم حضرتك أحمد؟ نعم 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 أستاذ أحمد. حياك الله أستاذ أحمد، تفضل. الله يحفظك. والله يا أستاذ العزيز، أنا ما أعرف من أبدي لك كثير من البداية، من معاناتنا الأولى، نعم، من معاناتنا الأخرى. إحنا كمحاضرين وإداريين العراق بصورة عامة خدمنا أقل واحد عنده خدمة أربع سنوات، من أربع إلى خمسة إلى ستة، حتى أقوى ثمان سنوات خدمة بالمجان. مع العلم جميع الوزارات، جميع عقود الوزارات أمورهم دا تمشي بدون هذا الضغط، بدون نزول للشارع، بدون ميدان، تتمشي هاي الامور. فقط عندنا مشكله مع المحاضرين. شنو المشكله؟ ما اعرف. احنا حاليا مستمرين باغراض واعتصام مفتوحين الحين تحقيق مطالبنا. جميع المدارس الان مغلقه استاذ العزيز. نعم، هو هذه النقطه سيد احمد. يعني عرضنا قبل شويه مقاطع من محافظات عراقيه، اتاكد اللي تفضلت به، المدارس مغلقه، الطلبه مدى يتلقون التعليم. السؤال، هذه اللقطات وهذه المقاطع معقولة ما توصل للسلطة أنه هي تشوف مدى تأثيركم على سير العملية التعليمية؟ ليش لعد ماكو خطوات عاجلة في سبيل معالجة مشاكلكم؟ هو هذا المشكلة اللي احنا ندوخنا أستاذ العزيز. جميع يعني كل الوزارات تتم تضمين عقودها، ضمنت عقودها من كانوا إجراء لحد ما صاروا عقود 315 بدون اي هذا الضغط، بدون اي مشاكل. فقط المحاضرين ما ضمنونا على قرار 315 الا بشق الانفس. والله العظيم شق الانفس. بعد ذلك احنا من يكون له سنتين عقدين لسنتين يحق له التثبيت. احنا مشمولين بهذا الشيء، احنا ال 21 و 22 احنا عقود. نعم. ما يريدون يضمنونا ضمن موازنة 23 مع باقي الوزارات. السبب انا اعرفه شنو؟ هاي المحاضر اللي خدم عملية تربوية إلى 8 سنوات وست سنوات، هل ما أكافئه وإنه أنا يعني يعني أمشي أوراقه وأمشي وأحاول إنه أثبت بعيدا عن طبعا سيد أحمد، وجود حضرتك وياي أيضا هي فرصة
حتى ربما توصلون رسالة أو تردون على بعض من يلومكم على تأثر الطلبة بسبب توقف التعليم. يعني اليوم دنشوف أنه هناك مدارس أغلقت وماكو تعليم حاليا، توقف في بعض المحافظات، فهي أيضا رسالة أو جواب منكم إلى أولياء الأمور أو بعض أولياء الأمور أو بعض من يتهمكم أنه أنتم تتآمرون على التعليم. ما هو ردكم على من يعتقد أو يلومكم على أن أنتم اللي تتأثرون سلبا على سير العملية التعليمية؟ أحكي لك في موقف أستاذ العزيز، يعني اليوم أنا طلابي يتصلون بي وأنا دمعتي تنزل، يتصلون بي طلابي يسلمون علي يردون يشوفون وأنا دمعتي تنزل. أنا يعني نعتذر من كل أولياء الأمور، نعتذر من مدارسنا، من مدارسنا، نعتذر من مؤسساتنا التربوية، من عائلتنا الحلوة، إنه إحنا ما ندوم. لكن المشكلة وين؟ مشكلة إحنا مطالبين بحقوقنا فقط. سيد أحمد، أليس من المنطقي أن يوجه اللوم من بعض أولياء الأمور، من بعض من ينتقدون المحاضرين، أن يوجه هذا اللوم إلى وزارة التربية وإلى الحكومة التي فشلت في معالجة هذه الأزمات وتركت قطاع التعليم بهذا الوضع المأساوي؟ بالضبط، أكيد أولياء الأمور كلهم متعاطفين ويانا، طلابنا وأولياء الأمور هم، وحتى مدارسنا، يعني إحنا أنا عوفك من مدرستي، إعدادية من أكبر إعداديات اللي الجامعة اللي في بابل، لكن مدارس قريبة علي دا أشوفها فوضى، يعني آخر شيء المدير طلعهم يعني خابر على خطوطهم ولا عمومهم تعطون يقولوا ما عندي أحد يدرس، يعني حاضرين فقط كادر فقط محاضرين، ولا عندي ملاك واحد أو اثنين شو يسوي، يعني شو يسوي. طيب في المقابل ما إجاكم تواصل أو رد من قبل الحكومة أو من قبل وزارة التربية بالنسبة لمطالبكم وبالنسبة للتأثير اللي سويتوه على المدارس؟ لحد الآن لا توجد أي إجابة لا من وزارة التربية ولا من ذني الأساسيين. بالنسبة لنا تربية مش شغلنا الإداري، والمالية تخصيص مالي، تعرف هذا الشيء. ولا من رئاسة مجلس النواب ولا من رئاسة مجلس الوزراء. هذا اللي إحنا اللي نفوسني أكثر. يعني إحنا حالياً اعتصام أمام المدير العام لتربية بابل، الخيمة موجودة فيها تقريباً لا أقل عن 40 إلى 50. طيب محاضر إداري. سؤالي الأخير لك أستاذ أحمد، ما هي الخطوة القادمة في حال لو، وهذا طبعا أمر وارد جدا، في حال لو تم إهمال المطالب وتم تسويفها ربما أيضا؟ بالحقيقة أستاذ العزيز، يعني عذرا بهاي النقطة ما راح أكون صريح وياك، لكن إحنا عندنا خطوات تصعيدية بعموم المحافظات. طبعا للأمانة إحنا تنسيقنا عالي مع جميع المحافظات، تنسيق عالي على مستوى جدا جدا عالي استاذ العزيز. عندنا خطوات تنسيقيه مع جميع المحافظات، ما اقدر انه ابوح فيها. اكيد طبعا انا نتكلم عن هل ستكون هناك خطوه تصعيديه ام سيبقى الوضع بالنسبه لكم قائم على الاعتصام فقط؟ هذا قصدي من السؤال. خطوه تصعيديه، لكن نفس الوقت احدنا وضح سلميه وتربويه بحته. نحن تربويون وسلميون الى اخر نمط، مستمرين من البداية إلى حد التثبيت إن شاء الله. أستاذ أحمد من بابل، أنا أشكر حضرتك طبعا، وأتمنى أن صوتكم يصل إلى من يهمه الأمر من خلال شاشة قناة الرافدين. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها.
أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ننتقل من التعليم ومشاكله ومشاكل المحاضرين المجانين ومعاناتهم إلى قطاع الصناعة العراقي الذي يواجه مشاكل كبيرة وقاسية منذ الغزو الأمريكي للبلاد في عام 2003، بالرغم من نجاح البلاد في تأسيس قطاع ضخم للصناعات حقق اكتفاء ذاتيا في العديد من السلع قبل عام 2003 بمساعدة دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، التي تعاني اليوم هذه المصانع من توقف، آلاف المشاريع متوقفة تابعة للدولة بسبب التخريب أو السرقة أو الإهمال، فضلا عن الفساد الذي تسبب بتوقف العشرات من المعامل ومن بينها مصنع إنتاج المحاقن الطبية في محافظة بابل. لنستمع. هذا لو كان يعمل حسب المعلومات اللي حصلنا عليها ينتج بالسنة 80 مليون محقنة طبية. يعني ما أعرف أنا هذا الموضوع ليش هيجي، ليش هاي الإنتاج الوطني مالتنا متوقف؟ شنو السبب؟ من وراء يتوقف مصنع مثل هذا المصنع؟ يعني هسه راح أراويكم. هذا إنتاج، هذا حصلت على المحاقن الطبية، هاي أم العشرة من اللي، وهذه أم الخمسة، وهاي أم الواحد وأم الثلاثة. هذه لو كانت موجودة يحتاج إحنا نجيب هذه هاي الصينية. لذلك هاي رسالة إلى رئيس الوزراء وإلى الحكومة المركزية وإلى رئيس وزير الصناعة والمعادن وإلى المسؤولين، ليش هذا معمل المحاقن الطبية في محافظة بابل متوقف؟ ليش مو هذا إنتاج وطني؟ ليش المفروض احنا نطوره؟ المفروض هذا يكون منتج وطني، احنا نصدر باقي الدول، ليش باقي المحافظات؟ ليش احنا راح نعتمد فقط على الاستيراد من باقي الدول؟ مشاهدينا الكرام، أزمة المصانع والصناعة في العراق لا تقف عند هذا الحد، إذ أنه فوق تعطيل هذا القطاع الإنتاجي تدفع مليارات الدولارات من موازنة الدولة لعمال مئات المصانع المتوقفة. وفيما قال مسؤولون في وزارة الصناعة إن العجز المزمن عن إحياء المصانع سببه قلة المخصصات المالية بالدرجة الأولى. أكد آخرون أيضا أن دوافع سياسية تقف وراء ذلك لضمان استمرار استيراد العراقي لحاجاته، وخاصة من إيران وبالعملة الصعبة. المفارقة أن المصانع التي يسعى القائمون عليها على دفع عجلة الإنتاج فيها هي الأخرى تتعرض لهجمات منسقة تشنها الميليشيات والعصابات بهدف دفع أصحابها إلى إيقاف العمل والهروب إلى خارج العراق. ولعل ما حصل في معمن للأعلاف بمحافظة بابل بناحية النيل بعد قيام عصابة مسلحة بتنفيذ عملية سطو مسلح هو شاهد آخر على حجم المأزق الذي تعيشه الصناعة الوطنية. لنشاهد. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. سعى ناشطون وتجار ومستثمرون عراقيون وعمال خلال العامين الماضيين لإعادة إحياء
الصناعة المحلية، لكن الحملة لم تستمر بسبب قلة الدعم المالي للمصانع من قبل الحكومة. من بين هذه المحاولات، المحاولة الأخيرة التي تمثلت في قيام مجموعة من العمال في مصنع ورق البصرة، تمكنوا من تشغيل تجريبي لماكينة إنتاج الكرتون بعد توقف دام 20 عاما، أي منذ عام 2003. ولكم أن تتخيلوا حجم الخسائر التي تكبدها العراق بسبب توقف هذا المصنع أو غيره. لنشاهد. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، المكائن تعمل، والسؤال هو لماذا لا يدعوها تنتج؟ دعونا نشاهد بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أم ريان تقول: إيران ما تقبل كل المعامل والمصانع، قادر العراقيين يشغلوها بس إيران ما تقبل. غانم يقول: بارك الله بالجهود الخيرة وكل شريف ومخلص لهذا الوطن الجريح، ونتمنى من كافة المخلصين لتشغيل المعامل المتوقفة لغرض نهضة صناعية أو نهضة الصناعة وتكوين فرص عمل للشباب وإرجاع البلد إلى ما كان عليه. سامر يقول: تعطيل للمصانع في العراق عمدا، من جهات هي اليوم في داخل الحكومة. حسين الفضلي يقول: تشغيل هذه المصانع العملاقة من قبل الفنيين فيها وبجهود ذاتية يعتبر إنجازا كبيرا جدا، يستحقون عليه الثناء والتقدير والمكافأة. سيد عبد الرزاق من باب المعنى، تفضل يا سيد عبد الرزاق، حياك الله. السيد عبد الرزاق موجود؟ عبد الرزاق من بابل يبدو غير جاهز. وعليكم السلام، موجود سيد عبد الرزاق؟ غير جاهز. عاود الاتصال مرة ثانية سيد عبد الرزاق، أنا أشكرك للمشاركة. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة إنفوغرافيك. طبعا شكى مزارعون في محافظة كربلاء من استحواذ جهات متنفذة على أراضيهم بعد تخريبها، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل ووضع حد للجهات التي تقف وراء عمليات الاستحواذ. وبين نبأ الاستيلاء على أراضي المواطنين في محافظة كربلاء بين حجم الفساد الذي تمارسه الجهات المتنفذة، حينما أقدم مقربون من العتبة الحسينية التي يشرف عليها عبد المهدي الكربلائي ممثل مرجعية النجف السستاني بوضع اليد على نحو 1500 دونم بالقوة وتخريب المزروعات فيها، فضلا عن محاولات المشرف على العتبة العباسية أحمد الصافي الاستحواذ على أراضي الحزام الأخضر في المدينة. ووجه المزارعون انتقادات لاذعة لممثلي السستاني، متهمين إياهم بالوقوف وراء محاولات طردهم من أراضيهم وتزييف سندات عائديتها لهم. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي الذي عده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. لنشاهد. تحولت الأراضي الزراعية والأراضي السكنية في عموم المحافظات، لا سيما تلك التي يمتلكها مواطنون بعد أن ورثوها من أجدادهم وآبائهم، إلى لقمة سائغة للميليشيات المتنفذة المرتبطة بالمرجعيات الدينية والأحزاب الفاسدة، في ظل عمليات الاستحواذ الممنهجة على مقدرات الدولة اقتصاديا تحت غطاء الاستثمار المزعوم.
يبدو أن حمى الاستحواذ على الأراضي وتغيير ملكيتها بدأت بالانتشار في عموم المحافظات، ولم تقتصر على بغداد والمدن المنكوبة فحسب، بعد أن اتهم ملاك الأراضي في كربلاء مافيات مرتبطة بالمرجعية بتجريف مئات الدونمات بالقوة بعد تخريب المزروعات فيها خدمة لأهدافهم الخاصة. أصابع الاتهام أشارت علانية للعتبتين الحسينية والعباسية بزعامة عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي المتهمتين بإدارة مشاريع اقتصادية تتربح باسم الدين. الاتهامات جاءت متزامنة مع حديث الشارع عن امبراطورية مالية يشرف عليها الكربلائي والصافي دون الخضوع لقوانين الضرائب، بعد أن اتخذت من المستشفيات والجامعات الخاصة والمصانع واجهات لها. وسط غضب شعبي متصاعد ترجمته مواقف الفئات التي انتهكت حقوقها على يد العتبات، والتي وصلت إلى حد التهديد بالملاحقة العشائرية. الله سبحانه وتعالى يشفينا شر العتبة الحسينية والعتبة العباسية، يعني أرض تعجبهم يستثمرونها بأي طريقة خاصة، يشترونها ويستثمرونها وإحنا يشيلونها. غضب الأهالي لم يقتصر على توعد ممثلي السيستاني في المدينة فحسب، بل تعداه إلى تمزيق جدارية وضعتها العتبة الحسينية لإعلام أهالي منطقة الشبانات بعدم التصرف بأرضهم، فيما توعد أبناء المنطقة باللجوء لكافة الطرق للدفاع عن أملاكهم. وليس بعيدا عن منطقة الشبانات وإلى مناطق الحزام الأخضر في كربلاء التي تقطنها عائلات فقيرة بموجب عقود إيجار من الدولة، حيث تجري هناك محاولات حثيثة يقودها أحمد الصافي ممثل السيستاني الذي يشرف على العتبة العباسية للاستحواذ على تلك الأراضي بهدف ضمها إلى مملكة المرجعية الاقتصادية دون اكتراث بالعائلات الفقيرة والمصير المجهول الذي ينتظرها. هذا عندنا كتاب احنا من العتبة العباسية ومديته للبلدية، هذا الكتاب تأكيد يقول لك تفلشهم، هذول متجاوزين، احنا مو متجاوزين. استثمارات العتبات الدينية فتح الباب على مصراعيه للحديث عن الدور الحقيقي للمرجعية الذي خرج عن إطاره الديني وتعداه إلى الاستثمار على حساب الأراضي المملوكة للدولة والمواطنين بعد مصادرتها وتحويلها إلى أملاك خاصة تتصرف بها المرجعية وعتباتها، لتتصدر هذه العتبات مشهد الفساد وتتحول إلى حلقة جديدة من حلقاته المغذية للدولة العميقة كما يقول مراقبون، متخذة من تثبيت أركان الحكم الطائفي عبر إدارة المشاريع الاقتصادية وسيلة لتغطية نفقات حماية هذا المشروع وبتسهيلات حكومية، على الرغم من الادعاءات الإعلامية بإغلاق أبواب المرجعية أمام السياسيين وعدم منحهم الشرعية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا السيد عبد الرزاق من بابل يعاود الاتصال مرة ثانية، حياك الله عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، لأن الوقت ضيق يا سيد عبد الرزاق وما بقي عندي الكثير، أريد منك تعليق على التقرير اللي عرضناه، العتبات العباسية والعتبة الحسينية والعباسية يستثمرون ويطردون الناس من بيوتهم ويستولون على أراضي الناس تحت غطاء المرجعية وبحماية قانونية، شنو تعليقك؟ هل فعلا اليوم الدور بالعراق للمرجعية أصبح ليس فقط دورا دينيا تخطاه إلى الاستثمارات والاقتصاد على حساب الناس؟ أستاذ محمد، رب ضارة نسعى، أن قبل أدخل بالموضوع نعم. أتمنى من الناس اللي يقلدون المرجع وهذه يشوفون عمل رجال الدين يعني بالشيء العملي مو بالنظري. بالنسبة لهذه النصيحة للناس، يعني أتمنى عليهم أن يطلعون على المرجعية وأعمال المرجعية. أما بالنسبة للتحكم الميليشيات والعتبات وغيرها من هالمسميات هذه بأموال العراق، أنت تعرف كل زين بالفقه الشيعي، بعيدا عن الفقه، لحظة سيد عبد الرزاق لو سمحت، بعيدا عن شؤون الفقه والدين ما لنا علاقه، انا اذا اتكلم عن لا بس اسمح لي ارجوك، لا جايك بالموضوع استاذ محمد، اجيك انا نعم انا راح انطيك فرصه، بس رجاء قضايا الفقه والدين هاي ليست اختصاصنا، كلمني عن سياسات هذه الجهات الدينيه. ما انا جاي يا استاذ محمد، خلينا نوضح بالفقه الشيعي بان ثروات البلد هي مجهوله المالك. الشيء الثاني بأنه كل ما موجود في هذا البلد هو حصة الإمام المهدي. سيد عبد الرزاق لو سمحت
بعيدا لو سمحت لو سمحت سيد عبد الرزاق اطلع لي من هالجزئيه ارجوك، هذه الجزئيه تثير مشاكل، خلينا بالجزئيه اللي بدنا نحكي بيها. احنا بدنا نتكلم بجزئيه هذه الجهات الدينيه، شنو رايك بالتصرفات؟ الجهات الدينيه تمشي بثقه هم يعملون عليها، فهذا الشيء هو مرفوض. يعني احنا يعني اليوم التكنولوجيا والعلم اتطور، فاحنا المفروض يعني الحكم او العمل يكون موافق لرأي الدولة، والدولة هي اللي تكتب هذا الشيء، مو أنا. المراجع الدين هي اللي تتحكم باموال العراقيين ومصادر العراقيين. المفروض على الشعب العراقي ان يتخذ من هذه المراجع اللي تدعي شو اسمه الفوقية العلمية أن يحاججوهم، أن يوفون بوجوههم، أن لا يعني كل رأي المرجعية هو يكون بار. طيب أنا أكتفي وياك بهذا القدر سيد عبد الرزاق، طبعا أشكرك وأعتذر منك أيضا في نفس الوقت لأنه الوقت انتهى بالنسبة للاتصالات. نأخذ سريعا ما لدينا مشاهدينا الكرام بفقرة الهاشتاج. واسمنا اليوم هو حاسب قتلة المغيبين، جاء هذا الوسم بسبب تصريحات رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي الذي سبب صدمة واسعة في الشارع لا سيما لدى سكان المحافظات المنكوبة بعد حديثه عن مقتل المختطفين العراقيين المغيبين من سكان تلك المدن. عبد الله الموسى يقول: اللهم رد من كان منهم حيا سالما معافى، اللهم انتقم لمن قتل منهم يا منتقم. نورس يقول أو تقول: المغدورين واسألوا القاتل لما قتلهم. بدور تقول: هي لم تدم لمن كان عادلا ورعا تقيا، أفتدوم لثلة المفسدين الفاسقين؟ مسألة وقت وعلى الباغي تدور الدوائر. وآخر تغريدة لدينا من غادة تقول: المغيبين أموات بلا أكفان. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.